عبد الحق زكير طبيب الأطفال. دكتور مستمعة كتقول خديجة من أكادير كتقول لك ولدي عنده 3 سنين ما تيبغيش ياكل ديما وجهه صفر اللي شافو تيقول ماله صفر واش مريض عافاك ما عرفاش شنو دير وباش تقدر تفيدها. الطفل تاع 3 سنين تكون شويه عنده مشغول باوتر شيء اخر كالمثلى تكون خصو يلعب تيكون خصو يجري تيكون شطون تيكون شطون. دونك الا كان الوزن تاع الطفل تاع 3 سنين الوزن تاعو مزيان والنمو تاعو مزيان سيدير يسو ديفلوب بيان الحركه تاعو مزيان وتمشي للكراش دونك ما كاين حتى مشكل. ولكن الا كان الوزن تاعو قليل كان وكان لابو تاعو بحال البال بحال بحال شاحب الوجه ديالو صفار الاحسن من الاحسن تستشر الطبيب تاعها تشوف لها واش يكون مشكل تاع الانيمي ولا يكون مشكل تاع الفقر الدم شي حاجه من الاحسن تستشر الطبيب تاعها. ولكن الا كان الطفل الوزن تاعو مزيان تيلعب بحركيه حركيه غير ما عندوش الشهيه ماشي مشكل ماشي مشكل. حيت لونفون تاع 30 تيكون مشغول تيكون بغي يلعب تيبغي يبغي ديكوفري تيبغي يقرب كل شيء تيبغي يقرب كل شيء ما في الماكله تيولي مشطون باللعب كثر سا باس دوزيام سيكون دونك دونك ماشي مشكل. ترجع عند الطبيب الا كان الا كان الا كان الوزن تاعو ضعيف وكان عنده نقص في الدم تاعو تيكون ما بين الانيمي من الاحسن الاحسن تشاشه الطبيب تاعو باش يعمل له التحليل بوغ كونفيرمي عنده شي نقص تاع الدم ولا شي حاجه. وهذا المشكل تيعانوا منه كثير من السيدات دائما خصوصا فهاد السن كيف ما قلتينا ديال 3 سنين 4 سنين كنشوفوا وليدات ضعف بزاف ما تيبغيوش ياكلوا ما عندهمش الشهيه وبما انه ما تياكلوش ما كتلقاش يعني الوجه ديالهم احمر وانما كنلقاو صفر بحال الشاحب اللي شافوا كما في شي حاجه كما مريض. السن تاع 3 سنين السن الطفل تيبغي يعرف بزاف الحوايج تيبغي يقرا بزاف الحوايج تيبغي يقيس كلش بزاف الحوايج دونك الماكله كتكون عنده هي ثاني حاجه. ولكن كناكد الا كان الوزن تاعو مزيان والنمو تاعو غادي كيطوال طوال غادي طوال النمو تاعو ولا لو ديفلوبمون بسيكوموتور تاعو مزيانه وما في لا سخفه لا والو يعني كيلعب عادي تخلي تخوكي. باغ كونت الا كان الوزن تاعو ضعيف وبان لها الوزن وجهه تاعو بيد بحال البال من الاحسن تشاشر الطبيب. سؤال توصلنا به عند واحد المستمعه مريم من تارودانت كتقول عافاك دكتور انا عندي ولدي كمل عام دابا صافي ما بقيتش باغا نردعه واش يقدر ياثر ليه على الصحه ديالو الا ما بقاش كنعطيه الرضاعه الطبيعيه وعوضتها بالرضاعه المصنعه يعني الحليب الصناعي. وهي كتسول على انه هو عنده عام وبغى توقف ليه الرضاعه الطبيعيه مازال ما كيتمشاش واش يعني الحليب الطبيعي يعني ديال بزوله عنده علاقه مع المشي المبكر هاد الاطفال. ما كاينش علاقه بين الرضاعه الطبيعيه والمشي مي باغ كونت اذا كان بغا تقطع الحليب باسكو بغا تقطعو على مشكل اخر باش ماشي تقطعو تاخذ الحليب كاين الحليب دابا في الصيدليه الحليب تاع تكون في الحليب تخوازيام اج داكور مي ما كاين حتى شي علاقه بين الرضاعه الطبيعيه والمشي تاع الطفل. هي مثلا عام وهي كترضعو هي غادي يكون من الافضل زعما مثلا الى كملت في الرضاعه الطبيعيه ولكن الا عندها شي سبب كيمنعها الا كانت احسن حاجه تكمل مازال الرضاعه الطبيعيه من احسن حاجه كناكدو عليها احسن حاجه هي الرضاعه الطبيعيه. ولكن الا عندها شي مشكل اللي كيمنعها باش تعطي الرضاعه الطبيعيه دونك ندوزو للحليب الاصطناعي مي كيشتاش سا غوتونتي با سور لا مارش انو ما عنده حتى علاقه بالمشي ديال الاطفال كل واحد واحد كيتمشى على 10 شهور كيتمشى على 14 شهر كاين اللي ما كيحبوش وكيمشي مباشره على حسب لا مارش كات با تو يحبو سي با اوبليغاتوار اللي كي اوبليغاتوار في النمو الطفل هو خصو يجلس مع ا بارتي دو لاج دو 6 موا وخصو يتمشى ا بارتي دو لاج دو 12 موا 14 موا. كاين اللي كيتمشى في 4 موا ماشي في 10 شهور ماشي مشكل كاين اللي كيتمشى حتى ل 14 ولا 15 شهر ماشي مشكل مي لا مارش كات با تو يحبو ماشي لابد منه. الدري يقدر يدوز من الجلوس يكون جالس تقدر يتمشى ولكن دكتور يعني بما انه هي سولت على الحليب الصناعي نبغيو نسولوك واكيد على انه كثير من المستمعات نتمنى على انهم يستافدوا من هذه النقطه. بعد النوبات يعني ما كنرجعوش عند طبيب الاطفال كنمشيو عند الصيدليه وكنسولو فينا هو مثلا الحليب اللي كيتمشى ولا اللي كيطلبوه الناس بزاف اولا كنسولو مثلا جارتي ولا مثلا اختي هذا الحليب راه وافق ولدي وحنا كناخذوه. ايه التكنيك وصل العام تيبقاش عنده بزاف الحليب تيكون عنده الحليب الصباح وفي الليل يعني تيخصو يوقف النهار كامل تياخذ واحد نص سيترو د الحليب الا خذات الحليب 3 ماج من الاحسن حيت تيكون فيه بزاف تاع لو فيغ الكالسيوم حديد الكالسيوم حيت هاد في هذه المرحله لونفون خاصو الطفل خاصو الكالسيوم والحديد والكالسيوم في هذه المرحله. الا غتاخذ الحليب 3 ماج من الاحسن سينو تاخذ تخلي تقدر تخلي الحليب تاع 2 ماج
ياك تعطي الرضاعه الاصطناعيه تخليها غير هي خصها تعطي تزيدوا شويه تاع لي ياغورت لي اولي فروماج اون بلوس سينو تعطي الحليب تاع تاع لو اتش تي الحليب تاع 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 الاصطناعي تاع تاع جو با تاع لو اتش تي تاع هذا من الاحسن 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 يفادي شويه العيالات مش يعني نختاروا لي الحليب ديال الاطفال خاص بالاطفال ثروازيام اج نخليو ابارتيغ دو من عام حتى نقدر نخليو حتى 3 سنين ولكن الافضل نستشروا مع الطبيب الاطفال ديالو من الاحسن من الاحسن ما نشوفوش مثلا شنو اللي وافق مثلا وليدات اخرين لا من الاحسن من الاحسن تاخذ شاشه مع الطبيب تاعو تاع باش تقصي واش الحليب تقدر تعطي ولدها من وصل العام شكرا لك دكتور نتلاقاو غدا مع نصائح خاصه بالاطفال